تستعد تركيا لإجراء انتخابات رئاسية بين 10 و24 من الشهر الجاري، حيث سينتخب الرئيس التركي بواسطة الاقتراع العام من خلال جولتين انتخابيتين. هذا الأسلوب من الاقتراع يعطي الرئيس شرعية أقوى. رجب طيب أردوغان المترشح لأوفر حظا عبر عن نيته تعديل النظام السياسي في البلاد في حال فوزه بالانتخابات، لكن هل إن هذا التغيير في الممارسة السياسية من شأنه أن يكون ممكنا ودستوريا في بلد تعودت فعلا على اقتراع الرئيس عبر الاعتماد على النظام البرلماني؟ مراسل يورو نيوز برا باركتار سأل بعض المحللين السياسيين إذا ما كانت هذه الانتخابات ستسهم في تغيير النظام السياسي برمته. نعم ولا في الوقت ذاته، وكل شيء يتم بعد معرفة من الفائز بالانتخابات. أكد أحد المترشحين أنه في حال وصوله إلى السلطة سوف يتجاوز الصلاحيات الرئاسية المنصوص عليها في الدستور. فالرئيس يحظى بدور محدد ينص عليه الدستور، لكن الرئيس بنظره له دور تنفيذي بالضرورة. لكن حسب الدستور فهو لا يعد أن يكون رئيس الدولة بالنظر إلى الدستور، ونتيجة لذلك فهو يدفع باتجاه أبعد من المسؤولية المحدودة ويقول إنه سيستمر في تسيير الشؤون تماما كما كان يسير شؤون الدولة عندما كان رئيسا للوزراء، مثلا كمنح عقود، وهذا يتعارض مع الدور التقليدي المنوط برئيس الدولة، ويشكل ذلك فجوة وفراغا في نص الدستور. تعتمد تركيا على دستور عام 1982، الدستور الذي صنع غداة الانقلاب العسكري الذي وقع في 12 سبتمبر من عام 1980. إنه رابع دستور أسس لجمهورية تستند لنظام برلماني يعتمد على فصل بين السلطات، وبالتالي فإن دور رئيس الدولة يكمن أساسا في دور الحكم بفيتو محدد جدا وبتعيين كبار رجال الدولة خاصة في الجانب الإداري. لا يحاسب الرئيس لا الشعب ولا البرلمان، فبنص الدستور يعتبر الرئيس غير مسؤول أمام أي طرف. لتغيير الخريطة السياسية في البلاد عمل حزب العدالة والتنمية وهو في السلطة منذ 2002، عمل على اعتماد دستور جديد يمهد الطريق لنظام رئاسي، لكن المحاولة باءت بالفشل. بعد الاستفتاء الذي جرى في 2007، حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان حصلت من الشعب على موافقة تقضي بأن يكون الرئيس منتخبا مباشرة. وفي ظل هذا الوضع يكون الرئيس القادم حائزا على شرعية القائلة الشعبية، لكن دون مسؤولية تحمل طابعا دستوريا بين ثناياها. ذلك ما قاله لنا هذا المحلل السياسي. يتغير النظام السياسي في تركيا عبر الرئاسة، عبر سياسة التنسيق بين القائد وبين الحزب، حزب العدالة والتنمية، بمعنى من خلال رئيس فعلي. هذا الرئيس الفعلي والفعال هو الذي سيجلب التغيير، فأردوغان سوف يغير النظام مع البقاء ضمن الإطار القانوني دون تعديل الدستور. ومن وجهة النظر هذا سيكون لدينا نظام سياسي جديد، ولكن دون أي تجاهل للدستور أو المس به، فليس من الممكن أن ننطلق نحو نظام رئاسي دون تعديل دستوري. أردوغان وأعضاء حزب العدالة والتنمية واعون لذلك، والرئيس الجديد سيغير لا محالة من دور الرئيس المنوط به، خاصة بالاعتماد على قاعدة جماهيرية عريضة. الأسلوب السياسي الذي يريد رجب طيب أردوغان انتهاجه يثير مخاوف بعض المترشحين السياسيين ممن يبدون معارضة لكل أشكال التغيير في النظام. هذا المحلل السياسي يرى أن نتائج ممارسة هذا النمط السياسي لا يمكن أن يحكم عليها سوى بمرور الزمن. في حالة فوز أردوغان في الانتخابات فإنه سيعمل في القريب العاجل بمحاولة تسوية العلاقة بين الرئيس ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء والبرلمان، لكن كيف سيكون الرد على تلك المحاولة؟ الزمن كفيل بذلك وسنرى، أما الآن فلا نعرف شيئا بعد.